خوشي مازالين معاكم في السوق؟ الخير تبارك الله، اللهم بارك يا رب. تبارك الله تبارك الله. هاد السلالة خويا اش كنقولوا لها؟ كاني كورسو ما شاء الله. رجعوا لكاني كورسو ديالنا. مال خويا بين نشوى تبارك الله. القباري ديالو مهور، اللهم بارك يا رب. شحال في السن ديال اخويا؟ سنه في العمر ديالو. كم البيع خويا؟ 4500 درهم، 450 اورو هو ثمن البيع ان شاء الله. عنده هاد السلعة هادي تبارك الله. رابرادور خويا تبارك الله. مال فومير انت ما شاء الله. جميل هاد كرب رابرادور تبارك الله. شحال السن ديال اخويا؟ شهر ونص. 3 شهور ونص تقريبا. 105 الايام تبارك الله. الثمن ديال اخويا هادي 1500 درهم. النمره ديال الارو شنو بغيت تقول اخويا؟ قول لي نمره الارو. 06 02 03 98. عنده دو بياس، هاد الكاني كورسو تبارك الله فومال، وهاديك الرابرادور. رابرادور مال ياك؟ فومال شايل فومال تبارك الله. من الكيله بالضخمه خوشي، الله يسرك الامور خوشي. بسم الله تبارك الله. مازالين معاكم خوشي في السوق مع الجيراء تبارك الله. الروت المالينوا تبارك الله على خويا، اللهم بارك مع الاخوان هنايا. هاد الجيراء روش خويا شحال السن ديالو؟ شارونس تبارك الله. 45 جور في اللاج ديالهم، 45 يوم ما شاء الله تبارك الله. ثمن الدراري شحال ثمن البيع؟ 1500 درهم. فيق لي هذاك فيق نود فيق. بغني إيه ما بغني. عطاهم شويه المال الاخوان، عطاهم شويه المال. كاين اناس دوكور هنايا ياك الدراري، خلطين كاملين دوكور. هذو كاملين دوكور اللي في السطح. والمالين وشحال الثمن؟ 750. عنده مسليعه هنايا تبارك الله. المالين هو 750. الروس عاود تذكرني بالثمن. 1500. لا راه زوين، شي حاجه زوينه. حيت دابا المشاهدين بعض المرات كيكتبوا لي في التعاليق يقول لي خويا سول لينا على السلالات، واش شي حاجه مليحه؟ راك عارف راك عارف كاين وكاين. الدراري تقول قولوا لي انا مرش الو ديالكم تبغيو تدوز في الفيديو؟ يلا قولوا لي يا خوش. 06 38 28 34 نعم 13. اللي بغى شي بياسه يتواصل مع الاخوان، راه عندهم المالينوا والروش تبارك الله. والديهم مزيانين؟ والديهم مزيانين. اللي بغى شي حاجه راه غيجي شحال عندكم ان شاء الله. نتمنى الخير ليكم وليها ان شاء الله يا رب. دراري شكرا لكم، شكرا. مازالين معاكم خوتي في السوق مع الاخ المولوع. ها هو خويا. السلام عليكم. كي داير خويا؟ صباح النور. ديما حاضر ناظر معاكم في السوق. ها المالين وخوتي. هاد الفومال هادي شحال السن ديال؟ عندها عام وثلاث شهور. عام وثلاث شهور تبارك الله. الثمن خويا؟ 1800. فيش والده لا؟ فيش والده وحده تبارك الله. عنده بياسات هنايا تبارك الله. هذا شحال السن ديالو الثمانه؟ تقعد فيق
قهراتهم الشمس خوتي، الكلاب كتقهر عليهم الحراره، كتقهرهم الحراره خوتي. وهنايا الجريوات شحال شنو هادشي؟ هذا شحال؟ 800 درهم. قول لي النميره ديال الو 07 11 16 40 88. مرحبا بكم خوتي. سميتك ايفا؟ ايفا ايه راه على القرص عين خارجين الشاخ. طلع طلع عليه ديك شويه هذيك اللي فيها صح. كما كتشوفوا الخوت الشراسه تبارك الله، رغم ذلك راح دير لها الكمامه. كون دير لها الكمامه كون سوطاش على حسين الله ييسر الامور خويا. اللي مول الفار مشي ياكل واحد نصيص. شكون مولاه؟ مولاش مولاها صافي. المهم